انا اغير اسمي والله جاهز برايستا برايستا باستا بدو سكر بدو سكر من اللي يشرب سكر ها سكر عطني انا لا لا انا بدون سكر بعد عط ابو حاتم بلاط باليمين بعدين اعطيه اللي يشرب سكر هذا معناته تجار يا هلا يا هلا يا ابو عبد العزيز يا هلا 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 اسفرت وانورت بوجودك الدار يا غالي والله ماني بحافظ نورها بهلها الله يسعدك حلا بنقوم نسلم على ابو عبد العزيز اي خله لين يلبس المايك وبعدين يجينا ايوه سلمان الله يحييك عطى سلمان السؤال الاول نبي عشان نبي يشتغل نبي ننقل المايك خل ابو عبد العزيز يسلم بعدين السلام عليكم كم السلام مساء الخير ابو عبد العزيز بدر حسين يا هلا صقر العصيمي والله محلي معي نعم كيف الحال ارحب امبو هلا 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 دبدوب هلا يلا حي هلا هلا ارحب ارحب تسلم يا الجهيمي بن ماجد القحطاني اكرم يا مرحبا يا مرحبا حياك الله هلا وسهلا كيف احوالكم طيبين يلا يا هلا يا مرحبا تعال ابو حاتم الله يسلمك علومك اخبارك شو اخباركم كل شيء زين طيبين ها كذا تصير حلقة استثنائية اليوم أبو متعب أبو إيه متى يقول متى أفضل وقت استخدام القهوة هذا السؤال الأول هذا من جمهورك يقول الله يبيض وجهك كرما لا أمرا الأسئلة هذه لازم تعطيها سلمان ويجاوب عليها يبشرون والله يبشرون يا ولد جمهورك ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه هذه السناب والتيك توك متدهرين السؤال الأول يقول متى أفضل وقت استخدام القهوة؟ أول شيء إن القهوة لها تاريخ. طبعاً عندنا يا الشيبان أفضل شيء بعد الفجر ولا بعد المغرب؟ لا حنا غير. أنتم يا الشباب 180 درجة حنا. آخر الليل سروي. لا حنا على حنا على التاريخ. أسلم. تاريخ القهوة. يا سلام. طبعاً التاريخ يكون ورا الكيس. مثلا تاريخ اليوم 23/8 يقول لك متى استخدام القهوة؟ تقول متى؟ اليوم كم التاريخ؟ 23/8 نقول يعني الوقت ماخوذ من تاريخ القهوة ايه فإذا وقت من تاريخ القهوة أفضل وقت استخدامها مو نفس اليوم ها تأخرها إلى أسبوعين ايه ليش؟ كل ما أخرتها كل ما خف المرارة وخف الحموضة من هو؟ عشان القهوة ترتاح ايه عشان القهوة ترتاح لكن تستخدم القهوة في نفس اليوم ونفس الحمص تكون قهوة قوية مرة وتكون الغازات جدا عالية حلو فأفضل وقت تستخدمها بعد أسبوعين إلى شهر يا سلام عشان تخف يا سلام سم. جميل طيب هذا السؤال الأول طبعا الآن ابدأ بمشروعك وعطنا نتائجه بعد شوية أبشر على خشمي أبشر بعدين اليوم سلمان غير اليوم ما تلاحظ يبقى هو كان يجينا كان يجينا كاشخ بالثوب لكن اليوم صاير اليوم صاير باريستا اللوك مرة متغير 180 درجة بعدين ترى بتقعد ليلتين وانت صاحي وكانك متربع قهوة سوداء اي ده امسك خط لا والله تروح صوب الوالدة وتعود الدوادمي اي نعم اي والله ما شاء الله تبارك الله طبعا اول شيء حي الله ابو عبد العزيز الله يحييك يبارك فيك ويرضى عليك يا حبيبي يا اليوم انت أبو حاتم. شيف ولا ابو سلمان والله اليوم نبي واحد منكم يتبرع ويزين غدانا اليوم انا والله جبت لكم الغداء ولكن سووه اليوم ما قصرت ما قصرت يا عتيبه اليوم ابو حاتم جاب الحمه والرز وكل الادوات وابو سلمان بيض الله وجهه طبخ لنا وسلمان قلنا دروسنا كم. الحين هذا هو يضبط القهوة إن شاء الله كم. لكن سلمان سلم طال عمرك احنا نحب نكرم جمهورنا بتدخل عليك شيء لا لا خذ راحتك وما شاء الله سمعت ان عندك سحب على جوائز على الله على جمهورنا اللي هم اهل القهوة هم اهل الوقفات وهم اهل الخير يا سلام فضل الله ثم فضلكم ابشر ابشر وثقتهم فيني صراحة تعطيني باور يا سلام إيه الله يا سلام الله. لكن فهمنا يا أبوك فهمنا البور وش البور طاقة برستا وبور طاقة ها البور يعني طاقة مو بوري ها بور طبعا يقول بور سلمان ها يقول يعطيك بور بور يعني نشاط إيه الله الله زين هذه فهمناها هذه
طيب يا سلمان، عشان الاهداء اللي والجوائز